كريم بن عريف عند اللاعب اليوسفي مرة أخرى تمرير جيد جيد جميل جميل الكرة محاولة وتسديد والهدف الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي بوسط اللاعب مدين النغمي تمريرة جميلة 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 جدا من طرف اللاعب اليوسفي تهيئ جيد لهذه الكرة وكرة داخل منطقة الجزاء ويني حماس وفرحة كبيرة في مدرجات الفريق الجيش الملكي مشجعي فريق الجيش الملكي جميلة التمريرة ديال اللاعب اليوسفي في اتجاه اللاعب مدين النغمي قبل ذلك كانت تمريرة اللاعب كريم بن عارف ثلاثة ديال التمريرات والمدين النغمي الهداف ديال فريق الجيش الملكي كيتمكن من استغلال هذه الفرصة بشكل مميز إلى تتابعوا الإعادة من البداية تمريرة اللاعب كريم بن عارف اللي كانت يعني بالمقاس عند اللاعب اليوسفي اللي هي أمام مدافعين نتابع الإعادة كريم بن عارف هنا تهيئ بالصدر ويني الخروج من الرقابة الدفاعية ووضع الكرة يعني على خط يعني التسلل يعني كان في وضعية سليمة اللاعب المدينة النغمي نتابع الإعادة اليوسفي والتهيئ بشكل جميل جدا ويني أول سقوط لدفاع فريق شباب أطلس مهاري اللاعب المدينة النغمي ثبات يعني يتخلص من الرقابة الدفاعية بن عارف عند اللاعب الشاكير أو اللاعب حمزة حجي حمزة حجي بجهة اليمنى محاولة التمرير الجانبي وضربة راسية أوه رائع رائع تمريرة جميلة 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 جدا وضربة راسية اللاعب اليوسفي يسجل الهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي إذا هدف جميل جدا محاولة جميلة كان يعني تمريرات كثيرة بين لاعبي فريق الجيش الملكي وأخيرا يعني اللاعب اليوسفي بوضعية مناسبة دون رقابة يعني كانت هفوة في دفاع فريق شباب أطلس خنيفرة يسجل فريق الجيش الملكي الهدف الثاني والمسجل اللاعب مصطفى اليوسفي يسجل الهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي هدفان دون مقابل والوقت هو الدقيقة 62 من زمن المباراة إذن هدفان دون مقابل دخول قوي لفريق الجيش الملكي المراوغة داخل منطقة الجزاء البحث عن الحلول الفردية حلول فردية وضربة جزاء ضربة جزاء يشير الحكم صبري ضربة جزاء لفائدة فريق شباب أطلس خنيفرة كان قريب من العملية بالتالي هو صاحب يعني الكلمة كلمة الفصل الختامية كان اللاعب يحاول المراوغة وبالتالي يعلن ضربة جزاء بخطأ يشير لوجود خطأ على اللاعب حمزة حجي الذي يتلقى بطاقة صفراء إذا ضربة جزاء ممكن أن تعيد الأمل لفريق شباب أطلس خنيفرة ممكن نتابع الإعادة هنا الإعادة هنا الإعادة هنا الصورة صراحة ما يعني حتى لا أعطيني كلمة فصل ولكن بالنسبة لي كرأيي الشخصي لم أرى أن هناك خطأ يستحق ضربة جزاء هذا رأيي الشخصي يمكن يكون خاطئ ولكن تكون كلمة الفصل لأخصائيين ولكم الصورة أيضا المشاهدين الكرام اللي يعني التعبير عن هذه الحالة الهجومية لفريق شباب أطلس خنيفرة على أين مينيان ديوف في تنفيذ ضربة جزاء أمام الحارس علي القروني ضربة جزاء ويسجل الهدف الأول لفائدة فريق شباب أطلس خنيفرة مع تولي الخبرة اللي في منافسة البطولة الوطنية ضربة زاوية وضربة راسية ونأخذ الهدف هدف ثالث بنيران صديقة اللاعب نعمان أعراب يعني حاول إبعاد الكرة ودعا في شباك يعني فريق شباب أطلس خنيفرة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد وردة فعل إيجابية بشكل مميز من طرف لاعبي فريق الجيش الملكي ردة فعل إيجابية بعد يعني ضربة الجزاء بعد يعني تقليص يعني الفارق إلى هدف مقابل هدفين إذا تأتي هذا ردة فعل بمحاولة أولى من طرف لاعب كريم بن عارف ثم بهدف عبر ضربة زاوية ضربة رأسية واللاعب نعمان أعراب كما سنتابع لا أعتقد أنه لاعب آخر مشي أعراب سأحاول التعرف أعراب كان هنا في رقم 27 إذن لاعب دريس العناية هو اللي كان وراء تسجيل يعني الهدف خطأ في مرمى فريقه إذن ثلاث أهداف